هتكلم دلوقتي على باثولوجي. والباثولوجي هنا على فكره مش لازم تكتبه في ورقه الاجابه يعني، او تكتبه في هنت صغيره، بس انا هشرحه بشيء من التفصيل لانه هو اللي هيوضح لي كل حاجه من الاخر يعني. بصوا احنا من غير باثولوجي ولا نسوى اي حاجه صراحه يعني. ها من غير باثولوجي ولا تعرف تفهم اي حاجه. اللانج اسيد عشان يتكون بيمر بثلاث مراحل. مرحله اولى اسمها نيومونيك ستيت او نيومونيك ستيج. نيومونيك ستيج كانه واحد عنده ايه؟ ها نمونيا، كانها نمونيا بالظبط. بعديها بعد النمونيا دي دخلنا في مرحله الاسيد، بس الاسيد ده كان في البدايه كان اسمه اكيوت اسيد. لو هذا الاكيوت اسيد قعد شويه، قعد اكتر من شهرين، يتحول الى كلمه اسمها كورونيك اسيد. يبقى انا كاني هتكلم على كام حاجه؟ ثلاث حاجات. هتكلم على النمونيك ستيج، ثم الاكيوت اسيد، ثم الكورونيك اسيد. اولا نمونيك ستيج يعني ايه؟ لو ادي اللنج اهي، وحصل هنا اسبيريشن، ونزل الفوميتس في المكان ده مثلا، وبدا يحصل هنا نمونيا. النمونيا دي زي صوره هي مش زي صوره هي اصلا لوبال نمونيا، هي تعتبر لوبال نمونيا بالظبط، لوبال نمونيا بمواصفات اللوبال نمونيا. الباثولوجي اوف لوبال نمونيا بيقول لي كلمتين، عندنا حاجتين كونسوليديشن اند بلوريتي. يعني الحته دي المكان اللي انا مظلله ده حصل فيه كونسوليديشن، والبلوره اللي حواليه حصل فيها بلوريتي، فيجي العيان بصوره ايه؟ بصوره تشيستي. يبقى انا عندي كونسوليديشن وفيها بلوريتي، يبقى الحاله فيها كونسوليديشن ومعايا كمان هذا التشيستي. كلمه كونسوليديشن كباثولوجي بتشمل ثلاث كلمات. واحد كونجيشن، اثنين هيباتايزيشن، ثلاثة ريزوليوشن. يلا اولا كلمة كونجيشن يعني ايه كلمة كونجيشن دي؟ كونجيشن يعني هايبرينيا، يعني المكان ده بقى جيره ده. بص كده افهم معايا، انت دلوقتي لو حصل لك التهاب في ايدك مثلا، اول حاجه بتحصل بعد ساعه ساعتين من الالتهاب ده، الحته دي مالها؟ احمر كده وورمت. هو ايه اللي حصل هنا؟ في المكان ده كله، في الحته دي كلها، انا هاخد الجلس او اثنين واقول لك ايه اللي حصل. ادي الجلس اهي، وادي واحده ثانيه اهي. ايه اللي حصل؟ الميكروب دخل هنا، فلما الميكروب دخل هنا عندي مايكرو اورجانيزم، ده يعتبر حاجه غريبه. اللي حوالين الالفيولاري هنا في بلاد فيزلز كتيره جدا، فتقول لك ده في ميكروب غريب. تبدا كرات الدم مالها؟ تبدا تهاجر لهذا المكان، والبلاد فيزلز اللي موجوده هنا تبدا تبقى ايه؟ تبقى كونجستد ومليانه جدا وفيها هايبرينيا، عشان تجيب لي كرات دم حمراء وعشان تجيب الاميون سيستم. فحصل كونجستد كابيلاريز حوالين مين؟ حوالين الالفيولاري. هذه الكونجستد كابيلاريز هتبدا ترشح شويه فلويد، فتلاقي شكل الالفيولس بعد شويه بقت عامله كده. بقى فيها شويه ايه؟ شويه ايه؟ بص شويه ايه؟ ترانسيودت. ها بقى فيها شويه ترانسيوديشن صغيرين. ها ده امتى يا جماعه؟ دوت نتيجه ايه؟ دوت نتيجه ان احنا دخل عندنا اورجانيزم وجه الميون سيستم والار بي سيز. اكتر حاجه جت في الاول هي الار بي سيز، فحصل كونجيشن في الكابيلاري، بدات ترشح وعملت ترانسيوديشن. طيب لما حصل هذا الترانسيوديشن ايه اللي حصل؟ دخلنا في المرحله اللي بعدها، دخلنا في مرحله الهيباتايزيشن. ايه يا دكتور اللي حصل في الهيباتايزيشن؟ اللي حصل ان جالي هنا الكثير من الار بي سيز والكثير من الدبليو بي سيز، وحاجه اسمها فايبرين دي بتطلع مع اي حاجه فيها انفلاميشن. ها خلايا كده او فايبر يبدا يطلع من الليفر وخلاص. المهم دول بداوا يروحوا لهذا المكان، وانا عندي ايه جوه هنا؟ عندي اورجانيزم. مين في الثلاثه دول اللي هيحارب الاورجانيزم؟
فتبدا الوايت بلاس سيلز تدخله. طبعا مش كل واحده هتاخد معاها شويه من دول وشويه من دول، لكن اللي عليها الوظيفه هي مين؟ هي النيوتروفيلز. الوايت بلاس سيلز تدخل عشان تاكل هذا الميكروب وتنقض عليه. الميكروب ده ممكن يبقى ميكروب قوي ويقدر هو عليها، تقوم الحرب جوه. الحرب هتقوم بينهم هما الاثنين. لما تقوم الحرب بينهم الاثنين هيبدا بعض الوايت بلاد سيلز تموت، ها، وبعض من المايكرو اورجانيزمز والتوكسنز بتاعتها تموت. ها في نهايه الايام بعد 3 4 ايام من الحرب دي هتلاقي الالجولات كده مليانه هنا حاجه اسمها اكسيوديت، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن صديد، عباره عن بط، وعباره عن مايكرو اورجانيزم ميت. هو دايما مين اللي هينتقل؟ الجسم ولا الاورجانيزم؟ ها دايما الجسم، الجسم هو اللي هينتقل. فهتلاقي بقى خلاص الدنيا هنا بقت مليانه ايه بقى؟ ماده لزجه ثقيله عباره عن صديد كتير متجمع في هذا المكان. خد بالك من الحته دي، هو لما حصل كونجيشن قعد يوم واثنين، يعني اول وثاني يوم كان فيهم كونجيشن. من اليوم الثالث لليوم السادس حصل حاجه اسمها هيباتايزيشن، حصلت حرب. الهيباتايزيشن ده الشاطر عارف على نوعين، ريد وجرين. في الاول كانت الخلايا البرودومينانت مين؟ فكان اسمه ايه؟ ريد. بعد كده الار بي ده مش دوري قوي، ده دور مين؟ الوايت بلاد سيلز. وبدا يتكون عندنا افرازات وحاجات لونها جراي تسموها جراي هيباتايزيشن. حلو كده؟ خلاص الحرب انتهت في اليوم السادس او السابع بالكتير قوي، واصبح عندنا حاجات لازقه هنا مش عارفه تطلع. يروح طالع لها الماكرو فاجز. ايه الماكرو فاجز دي اصلا؟ دي الخلايا الاميون سيستم اللي قاعده في اللنج. دي وظيفتها اي حاجه في اللنج تنضفها وتكنسها. الماكروفاجز دي هي مونوسايت هجرت من البون مارو من زمان وراحت قعدت هنا في اللنج. دي هتعمل حاجتين حلوتين. الحاجه الاولى تدخل تاكل مين؟ تاكل ايه؟ من الحاجات الدبرز دي والاند برودكت. واهم منها تطلع لايسيد بروتين، لايسيد انزيم. يبدا يعمل ايه في الباص ده؟ يبدا يلوبه فيبقى ماده كده ووتري. هي كتيره بس ايه؟ ووتري. هي ووتري دي كلمه حلوه؟ هو ايه الفرق بين دي اللزجه ودي الووتري؟ ان دي مش عارف اطلعها، لكن دي هيبدا العين يكح ويطلعها. فلما يبدا العين يكح يا جماعه ويطلعها يطلع كميات كبيره. وفي نفس الوقت يتبقى شويه اللي انفتت تتنظف الدنيا، وعلى اليوم السابع والثامن يحصل مساله الايه؟ بصوا فوق الدوشه دي كلها البلوره فيها التهاب عامله بلوريتي، يبقى دول مراحل الايه؟ الكونسوليديشن. فهمت؟ عندي ملحوظتين عايز اقولهم. الملحوظه الاولى اللي عنده نمونيا عنده كف؟ دراي ولا برودكتيف؟ حلوه. اللي قال لي على حسب يتكلم. ها الا على حسب، على حسب ايه؟ على حسب ايه يعني؟ ها في الاول في مرحله الكونجيشن دراي، لان شويه ترانزيت صغيرين اصلا كلام فاضي مش باينين، يبقى دراي كوف. بعد كده في دم كتير يا دكتور بتاع، فيبقى رستي. رستي يعني ايه؟ يعني في مفضي كده، في شويه دم على شويه صديد. ها بعد كده يبقى ووتري. ووتري لما حصل اللايت بروسيس. سهله الكلمة الثانية. بص بقى عشان تبقى احنا بنقول ليه باثولوجي اصلا؟ هو رخامة مش رخامة، عشان ترسم. بص ترسم دي، ترسم هو مش الهواء لما بيعدي على فلويد بيعمل صوت اسمه كريبيتيشن. حلو قوي. هو هنا كان الفلويد قد ايه؟ يبقى عندي فاين شرط، يبقى عندي فاين انسبيراتوري كريبيتيشن. طب هنا؟ لا شوية ميديم سايز. ها وهنا؟ ها كوب؟ فهمتني ولا ما يعني؟ ماشي انا واحد، يبقى فاين وكوت او فاين وميديم سايز وكوت كريبيتيشن. حلو كده. وفوق الليله كلها في عندنا عندنا فلوريد. مفهومه كده. في مشاكل ننقل على اللي بعدها. دي انا بتكلم كده على كلاسيكال نمونيا. لو واحد ده هيحصل له لونج ابسنس، اكيد 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 يعني مش محتاجه ان انا اقولها، هتتوقف هذه العمليه. ما هو بوست نمونيك، هو حصل اسبيريشن وعملت نمونيا. ما هي يا ابني لو خفت مش هتعمل ابسس. ما هي النمونيا ما خفتش. امال ايه اللي حصل فيها؟ اقول لك ايه اللي حصل فيها. اللي حصل فيها ادي اللنج اهي، وادي الحته اللي فيها نمونيا اهي مليانه كونسوليديشن. يبدا السنترال بارت بتاعها كده هيبدا يحصل فيه سنترال ميكروبس ولايزز والخلايا تقع.
يبدأ يتكون عندي هنا زي أكسن وعمال يجمع هنا بطي يجمع بطي يجمع بطي يجمع بطي لغاية لما خلاص هيربشر. يروح عامل ايه في المرحلة اللي بعدها؟ يروح عامل ايه؟ اصبح هو الريجلر كده وحواليه اريا فظيعة جدا 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 اوف كونسوليديشن واجي البرونكس اهي. يروح جاي يروح فاتح في ايه؟ ها يروح فاتح في البرونكس. هفهمها لكم. هو دلوقتي لا قدر الله لو انت عندك خراف في جسمك في اي مكان وانت عامل فيها ايه؟ عامل فيها ان انت اهبل وانت عارف اي حاجه وما انت شايف اي حاجه ومكبر دماغك. كبر دماغك هتلاقي في يوم من الايام الخراف ده بقى يبقى ليه راس هز والهز دي في يوم من الايام ربشرت وراح مطلع عليه. طيب احنا هنا ما اديناش علاج او ادينا امبروفر تريتمنت فالخراف قاعد يكبر ويكبر ويكبر وجه في يوم عايز يفتح مش هيعرف يفتح على السكين. هيفتح على مين؟ هيلاقي برونكس جنبه يروح فاتح فيها. فلما يفتح هنا فيها ها اصبح البط اللي هنا بيخرج عن طريق مين؟ البرونكس يخرج بره. ودي حاله ايه؟ سابيوراتيف لانج سندروم. ايه اللي حاصل؟ حاصل عندي ابسل وحواليه اريا كبيره اوف كونسوليديشن. يبقى دي مرحله الايه؟ الابسل. وهذا المريض عنده سابيوراتيف لانج سندروم كلاسيكال مش عايزه كلام. هو انت لما الخراج اللي عندك في اي مكان فتح بتستريح ولا بتتعب؟ بتستريح جدا جدا. عارف ليه؟ ما هو الخراج ده طول ما هو قاعد وفي خلايا عماله تموت. عارف بص 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 كل ما كرات دم بتتكسر كرات دم بيضه بالذات بتتكسر او حتى حمراء بيطلع منها كميات مهوله من البيروجين. بايروجين دي اللي هي الانترلوكين 1 المسؤوله عن ارتفاع درجه الحراره. علشان كده تلاقي عنده فيبر. عارف يا دكتور اول ما بيفتح ويفضي الحاجات دي اول ما يفضي يقول لك يا سلام يا دكتور انا مستريح. وفعلا مستريح كل ما يطلع بلغم كل ما ايه كل ما يستريح. ماشي. طيب قعدنا شهرين بنتدلع لا شخصنا ولا عالجنا وبندي ادويه اي كلام. ايه اللي يحصل في المرحله اللي بعد كده؟ ندخل في مرحله اسمها كرونيك ابسس. ايه بقى اللي بيحصل فيه؟ الابسس بيبدا يأقلم نفسه ويقول لك ده انا شكلي عاوز هنا طويل ده شخص معفن يعني هو مش راضي ياخد انتي بايوتيك وانا شكلي انا هنعمر هنا كتير. انا بقى هبدا ارتب اموري. ترتب امورك ازاي؟ يقول لك انا اهو كافيت اهو هبدا اعمل حواليا كده اطار من الفايبرس تيشو فايبروزر وهفتح في البرونكس بتاعتي كده مباشره ما عنديش اي مشكله. كل شويه البطه هيجي وانام على الناحيه الثانيه وابدا افاضي وربنا بيكرم. بس الفرق ايه؟ ان هنا كان كافيتي وكان الريجولار بوردر وحواليه هنا بقى ويل سيركمسكرايب بقى واضح المعالم وبدل ما كان حواليه كونسوليديشن اصبح حواليه فايبروزس ودوت قعد اكتر من شهرين فبقى اسمه كرونيك لانج ابسس. قشطه. عارف؟ هنعمل كده؟ الفايبروبلاست اي حته في جسمنا بص تسمي اي حته في جسمنا يحصل فيها انفلامات بتنزل كتير تيجي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست اصلها شريف اصلها انها تحوط الايه؟ المكان. فدي حته كرونيك فتقول لك انا حوط المكان عشان ما ينتشرش فتبدا تنتج بقى هذا المنظر ده وتيجي حاجه كده اسمها تقعد تبني هنا وفايبروبلاست تنضف وتخلي الشكل كده يبقى حلو يعني. ولكن لسه اكيد لسه في كونسوليشن دي محتاجه وقت يعني. هو يوم وليله يحصل فايبروز. طيب البلوره هنا بلورتي وهنا بلورتي هنا ثيكنينج ثيكنينج من كتر ما حصل فيها بلورتي الحته اللي فوق الابس بقت ايه؟ بقت ثيك شويه ثيكلي انفكتريتد بانفلاماتوري سيلز على شويه فايبروبلاست لحتى ممكن يحصل كمان فايبروز في هذه البلوره. ايه رايك بقى؟ لانها لازقه فيها يعني بالظبط بالظبط كده. فهمتوا الباثولوجي؟